غياد عشان خاطري يا ستي. خلينا نتقابل وبعد كده اعملي اللي انت عايزاه. سيبي تليفونك في الشركه، ما تجيبيهوش معاكي وانت جايه. مستنيكي. خليكم ماشيين وراها ومش عايزها تحس بيكم، مفهوم؟ يلا مع السلامة. راح تقابل سليم ولا ايه؟ احتمال، ادينا وراها وهنشوف. مننا ومش عارفين هي راحت فين. يعني ايه مش عارفين هي فين؟ امال انتوا واقفين تعملوا ايه؟ حددوا مكانها بالموبايل. ايه؟ سابته في الشركه؟ يبقى راحت تقابل سليم فعلا. بلغ كل الاكمنه واعرفوا له هي راحت فين ورد عليها بسرعه. يلا مع السلامه. اطلعي على طول. وبعدين يا سليم احنا رايحين على فين؟ كملي وانت تعرفي. انت عايز مني ايه؟ فندم وصلتني معلومه ان غاده سابت المكتب وهربت من المراقبه، يبقى اكيد راحت قبل سليم. عارفين بس بيتقابلوا فين وليه؟ انا هتحرك فورا يا فندم وهعرف بعد اذنك. لا 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 لا، احنا بنتحرك وهنعرف نوصل لها ازاي يا فندم. انا لو سمحت ما تتدخلش في الحكايه دي تاني، وانا عايز اتكلم معاك كلمتين كده على انفراد بعد اذن حضرتك. اتفضل. اتفضل. يا فندم انا لو اتحركت دلوقتي. كفايه يا حمزه. كفايه ايه ساعتك يا فندم؟ كفايه اللي انت بتعمله ده. قلقك وانشغالك على غاده شيء مش طبيعي، وتصرفاتك في الفتره الاخرانيه كمان مش عجباني. في ايه؟ ايه اللي جرالك؟ ده انت كنت احسن واحد في الاداره عندي، ما كانش في حاجه في دماغك غير شغلك وبس. دلوقتي مشتت نفسك في 100 حاجه. مش شايف اللي احنا فيه ولا ايه؟ لا انا عايزين نامن غاده، عايزين نطمن على غاده، عايزين ناخد بالنا من غاده، وانا اللي هرد عليها في التليفون. انت ناسي يا حضره الضابط ان جوزها ارهابي وهربان. الشيء الوحيد لازم تفكر فيه دلوقتي حاجه واحده بس، سليم هربان ولازم تقبض عليه. فاهم ولا ما انتش فاهم؟ ومش كده وبس، لا لازم تشوف هو وجابر بيفكروا في ايه وايه خطتهم الجايه، واللي طلبوا خطه تامين السجون، والضربه الجايه بتاعتهم هتبقى امتى وفين. كل ده انت مسؤول عنه، يعني ما تفكرش الا في شغلك وبس حضره الضابط. تمام ساعتك يا فندم. قلتها لك زمان وهقولها لك تاني دلوقتي. غاده مش ليك يا حمزه، ولا يمكن تبقى معاك ابدا في يوم من الايام، وانا ما عنديش وقت اضيعه في الكلام الفارغ ده تاني. فاهم ولا ما انتش فاهم؟ غاده مش ليك، ركز في شغلك لحضره الضابط. مش هتقولي مالك؟ عادي يا نهى، مفيش جديد، مفيش جديد، هو قرف الشغل وزحمة الشغل، ما أنتِ عارفة. ليه طيب؟ إيه اللي حصل تاني؟ ولا حاجة حبيبي ولا حاجة. أنت مخبي عليا حاجة مش كده؟ على فكرة بقى، أنت وبابا زي بعض بالظبط. أوه يا نهى، يعني أنا جايبك في مكان شيك وجاي نتغدى وجايب لك فروت سلات وديكور ونجف وبتاع، في جو، جاي تكلميني على زحمة الشغل وقرف الشغل، في إيه يا نهى الله؟ فاكرة أحمد يا غادة؟
فاكره اول ما اتعلم المشي كان بيخبط في كل حاجه في البيت، ومن خوفك عليها حطيتي العفش كله في اوضه واحده وقعدتيني على البلاط. فاكره لما كنتي بتقولي لي هدخل انيمه وادخل بعديكي بعشر دقايق الاقيك انتي اللي نايمه من كتر التعب وهو قاعد سهران، اروح واخدكم في حضني وانام انا كمان. فاكره ابننا يا غاده ولا نسيتيه؟ ما نسيتوش ما نسيتوش، عمري ما نسيته، ما بيعديش عليا لحظه واحده من غير ما افكر فيه. بس حرام عليك، خلاص احمد مش معانا، مهما عملت ومهما قتلت مفيش حاجه هترجعه. احمد مات. لا، ابنك ما ماتش، ابنك اتقتل. واذا كنت انت مسامحه اللي عملوا كده فانا عمري ما هسامحهم، واذا كنت ناويه تفرطي في حق ابنك انا عمري ما. كفايه كفايه كفايه، حرام عليك كفايه. كم عيل قد احمد ماتوا في المحل اللي انت فجرته من كام يوم؟ كم اب بقى عامل زيك؟ كم ام بقت عامله زي دول؟ ذنبهم ايه؟ تحبيني يا غاده؟ لسه بتحبيني؟ مقابر؟ بتعمل ايه في المقابر؟